النهارده في شام نسيم في طهران وفلسطين في الاتوبيس النهري في عندنا خدمات رحلات من الارض الشهريه وحده الحيوان كل يوم نفس برضو عاملين خطه كما جدا عندنا 140 اتوبيس بجانب خطوط الهيئه ال 140 اتوبيس دول بيطلعوا من الميادين الرئيسيه لحديقه الحيوان والارض الخيريه الحديقه الدوليه مدينه انتاج الاعلامي الاهرامات عندنا غرفه عمليات على اعلى مستوى مربوطه بغرفه المحافظه ومربوطه بغرفه في جميع الميادين الرئيسيه كلنا مرابين ميدانيين موجودين في الميادين بحيث يحصل تنسيق دائم في حال تكدس جمهور في اي خط معين او اتجاه معين ممكن نطلع ممكن نرجع بيها في اي تطبيق عايزين الجمهور النهارده يستمتع باليوم الجميل ده احنا زي ما نوديكم احنا برضه مسؤولين ان شاء الله نرجعكم بحيث تستمتعوا باليوم الجميل.